تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. الشاعر موسى بن علي الزرزاري. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له، إذا لم يكن في فعله والخلائق. التواضع في القاموس العربي ترك الترأس وإظهار الخمول وكراهية التعظيم والزيادة في الإكرام، وأن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال، وأن يتحرر من الإعجاب والكبر. والكبر هو منزلة بين المنزلتين، بين الكبر والضعة. فالضعة هي الانحطاط واللؤم، بمعنى وضع الإنسان نفسه مكانا يزري به بتضييع حقه، والكبر رفع نفسه فوق قدره. المنفلوطي نابغة الإنشاء والأدب العربي، وجدت له تعريفا دقيقا في الفرق بين التواضع وصغر النفس. يقول مصطفى اللطفي المنفلوطي: كثيرا ما يخطئ الناس في التفريق بين التواضع وصغر النفس، وبين الكبر وعلو الهمة، فيحسبون المتذلل المتملق الدنيء متواضعا، ويسمون الرجل إذا رفع بنفسه عن الدنايا وعرف حقيقة منزلته من المجتمع الإنساني متكبرا. وما التواضع إلا الأدب، ولا الكبر إلا سوء الأدب. فالرجل الذي يلقاك متبسما متهللا ويقبل عليك بوجهه ويصغي إليك إذا حدثته ويزورك مهنئا ومعزيا، ليس صغير النفس كما يظنون، بل هو عظيمها، لأنه وجد التواضع أليقا بعظمة نفسه. فتواضع، والأدب أرفع لشأنه، فتأدب. وأختم بما قاله الأسلاف: من تواضع، من تواضع لله رفعه، ومن رفع نفسه فوق قدره استجلب مقت الناس. ولا تتكبر، إن الله أكبر. في أمان الله.